فضيلة الشيخ، سؤال: هل من صلى في الساحة التي خلف المسعى يكون أجره مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان، والمعتكف هل له أن ينتظر في الساحة هذه التي خلف المسعى؟ نعم. أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة، فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر. وأما إذا كان المسجد خاليا وفيه مكان، فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها 100,000 صلاة، لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع واسع كما تعرفون. وأما مسألة الاعتكاف فمن خرج إليها وجلس فيها بطل اعتكافه، لأنها ليست من المسجد، خارجة عن المسجد، محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحوش الذي يكون خارج المسجد فلا تعتبر منه. أي نعم.